ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة تنوع العبادات، يعني كل إنسان يجد من هذه العبادات المتنوعة ما يرتاح له مما يوصله إلى الله جل وعلا. فبعض الناس يرتاح إلى الصلاة، فلا مانع عنده من أن يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة، هذا باب فتحه الله له وهو موصل إلى مرضات الله جل وعلا. بعض الناس يرتاح بالبذل في وجوه الخير ويستصعب عليه الصلاة، هذا فتح له باب. بعض الناس يرتاح لصيام الهواجر وقيام الليالي الشاتية، هذا فتحت له أبواب، وإن أوصدت دونه أبواب، من نعم الله جل وعلا أن فتح لنا هذه الأبواب المتنوعة. يعني لو كانت العبادات باب واحد الناس لا شك أنه يحرم منها كثير من الناس. يعني بعض الناس مستعد يجلس جلسة واحدة يقرأ 10 أجزاء، لكن إذا قام يأتي بركعتين أثقل من جبل. وبعض الناس عنده استعداد يصلي ليل نهار لكن ما يبذل درهم أو يصوم يوم. على كل حال، على المسلم الذي فتح له باب من أبواب الخير أن يلزم على أن يأتي بجميع ما افترض الله عليه ويترك جميع ما حرم الله عليه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما في خيار ولا مثنوية، لأن المنهي عنه متصور تركه، بينما المأمور به قد يتصور العجز.